بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا للإنرجي إيكويشن. فإحنا كنا بدأنا فكروا كده، إحنا فين كنا؟ قلنا في إيكويشنز أساسية بنبني بيهم أي موديل عندنا في الهندسة الكيميائية ورصناهم. كانت أول واحدة كونتينيوتي إيكويشنز، وبعد كده الإنرجي إيكويشن. كونتينيوتي إيكويشن اتكلمنا عنها، سواء كانت توتال أو كومبوننت. وبعدين اتكلمنا برضو ان ازاي واخدنا examples ازاي تكون في lumped parameter system ولا في distributed parameter system. وصلنا للenergy equation. energy equation بتعتمد على first law of thermodynamics. هنكتبها في general form لopen system. closed system ده حالة خاصة. open system ان في flow بتاع material in و out من السيستم. المعادلة هتبقى كده. تعالوا نمسك ترم ترم ونشوف كل ترم فيه ايه. عندي ترمين فلو، فلو ان وفلو اوت من الانرجي، هنفسرهم كمان شوية. وعندي ترم للهيت، ان انا لو ضفت هيت او خدت هيت من السيستم. وعندي ترم للورك. خلاص، يبقى مجموع الترمين بتوع الفلو على الترم بتاع الهيت على الترم بتاع الورك، دول كلهم مع بعض يدوني التايم ريت اوف تشينج بتاعت الانرجي في السيستم. طب يلا نمسك واحد واحد. تعالوا نمسك اول واحد ده، الفلو بتاع ايه؟ الانترنال والكاينيتك والبوتنشال انرجي اللي داخلين على السيستم بالكونفكشن او بالديفيوجن. الانترنال انرجي هي ايه؟ هي الطاقه الداخلية. الطاقة الداخلية دي اللي هي يعني جاية من ايه؟ جاية من الاساسا من الحرارة، يعني اللي بيمثلها كمية الحرارة اللي موجودة في السيستم. الكينيتك انرجي طاقة الحركة، انتوا عارفينها، نص ام في سكويرد. البوتنشال انرجي دي بتاعت الارتفاع. ماشي، مجموع الثلاث حاجات دول اللي داخل للسيستم سواء بالكونفكشن او بالديفيوجن، كنا عرفنا الحاجات دي في الاكزامبلز اللي فاتت. مجموع الحاجات دي كلها هو الفلو بتاعت الانرجي بتاع، مش الفلو بتاع الانرجي، الانرجي اللي داخله للسيستم عن طريق الفلو. يبقى الفلو سواء كان موليكولر اللي هو الديفيوجن، او بالك موشن اللي هو الكونفكشن، او بالك فلو اللي هو كونفكشن، في فلو بيحصل للموليكيولز وهي ماشيه بتاخد الانرجي بتاعتها سواء كانت internal او kinetic او potential. وبعد شوية هنشوف ان احنا اهم حاجة عندنا internal energy، والاثنين التانيين دول في اغلب الاكزامبلز هنتكلم تقريبا في كل في اغلب الاكزامبلز، مش كلها، في اغلب الاكزامبلز هنهملهم. طيب الفلو اوت بتاع الثلاث حاجات دول برضو بالconvection او بالdiffusion. يبقى الفلو ان والفلو اوت بتاع الانترنال والكينيتك والpotential energy بالconvection او بالdiffusion. يبقى ده الفلو. طيب تعالوا بقى نشوف ايه ترم الهيت وترم الورك. ترم الهيت، الهيت بيبقى بالبلس لو الهيت ادد تو سيستم، يعني لو الهيت خارجه من السيستم هتبقى الاشاره ايه؟ الاشاره ماينس. طيب يبقى الهيت ادد للسيستم بكوندكشن او راديشن او رياكشن، هما كلهم ايه؟ داخلين في تحت البند ده. بالبلس لو الحرارة بتخش للسيستم، بالماينس لو الحرارة ايه بتخرج من السيستم. نيجي لترم الورك. الورك لو الورك done by the system هيبقى بالنيجاتيف، منطقي مش كده؟ لو كنت كتبت هنا done on the system كنت هخليها بالبوزيتيف، مش كده؟ يعني ده تعريف، بس ما دام كتبناها بالشكل ده يبقى بالماينس لو الورك done by the system على السراوندنج. السيستم هو اللي بيعمل الورك فبيفقد energy. الورك ده ممكن يكون شافت ورك او بي في ورك. شافت اللي هو يعني العمود بتاع القلاب، والبي في ورك اللي هو هنعرفه في المعادلات. انتوا خدتوه في الثيرمو، احنا هنفكركم بيه في المعادلات وهنستعمله على طول. البي في ورك ده مجموع الحاجات دي كلها، يبقى دول اربع حاجات، اتنين فلو ان واوت وهيت وورك. حصلت الكلام ده كله
هو التايم ريت اوف تشينج بتاع الانترنال والكاينيتيك والبوتنشال انرجي جوه السيستم. تعالوا نشوف اكزامبل. عندي كونتينيوس ستير تانك رياكتور، احنا عارفين بقى يعني ايه بيرفكتلي ميكس والكلام ده كله. نفس الاكزامبل بناخده بس بنزود فيه حاجات. المره دي زودت له ايه؟ ان بقى فيه هيت ترانسفر، فعندي رياكشن بيحصل. الرياكشن هنا هعتبره اكزوثيرميك، في حالتنا في الاكزامبل هيبقى رياكشن اكزوثيرميك، بيطرد حراره. اللامدا بتاعته معروفه طبعا. الهيت اوف رياكشن هي وحدتها انرجي بير مول رياكتد، انرجي بالنسبه لكل مول او بالنسبه لكل جرام رياكتد، يعني طاقه بالنسبه لكل كميه اتفعلت. طيب الهيت جنريتد هتبقى بالماينس. ليه بالماينس؟ لان ده تفاعل اكزوثيرميك. تفاعل اكزوثيرميك يعني الانرجي بتخرج من السيستم. يبقى بعد كده اي تفاعل اكزوثيرميك هعمل الانرجي بالماينس في الترم ده. خلاص بتساوي بقى ايه؟ لامدا مضروبه في 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 سي اي في كي. ليه الحاجات دي كلها؟ سي اي في كي الاثنين دول لوحدهم هما الريت اوف رياكشن بير يونت تايم بير يونت فوليوم، يعني النمبر اوف مولز رياكتد بير يونت تايم بير يونت فوليوم. في الفوليوم كله اروح ضارب في الفي، يبقى لما حطيت عليهم الفي عدد المولز اللي بتتفاعل بير يونت تايم اللي هم دول. يبقى اذا ايه؟ اضرب الكلام ده في لامدا يديني كميه الحراره اللي بتطلع بير يونت تايم، انرجي بير يونت تايم. يبقى ده اللي هو الايه؟ الهيت اللي هي جنريتد. احنا ايه هنا؟ الكلام ده بقى اللي انا قلته ان الفا هتبقى نيجاتيف لما يبقى اكزوثيرميك رياكشن، وبوزيتيف لما يبقى اندوثيرميك. الهيت ريموفل، انا عندي هنا هيت ريموفل بيحصل. انا عايز في احوال كتيره ببقى عايز اخلي التفاعل ده تفاعل كونتينيوس، فعايز اخليه عند حراره ثابته. هو بيجنريت هيت، فانا عايز الهيت اللي بيعمل لها جنريشن انا عايز اشيلها طلعها بره عن طريق هيت اكسشينجر. هنا راسمين كويل كده كأن فيه هيت اكسشينجر، يعني مش داخلين في تفاصيله، نتكلم على تفاصيله في اكزامبلز جايه بعدين. دلوقتي عايزين نركز على السيستم نفسه. طيب الفيد اللي داخل حرارته تي نوت، الحراره اللي خارجه تي هي نفسها الحراره اللي جوه عشان ده بيرفكتلي ميكس، مش عايز الكلام ده بقى كل مره. طيب يلا نكتب ايه المعادله بتاعت الانرجي. ترمين فلو وترم وترم هيت وترم ورك بتساوي التايم ريت اوف تشينج. ادي الفلو ان بتاع البوتنشال بتاع الانترنال والكاينيتيك والبوتنشال انرجي. خلاص كل واحدة منهم مضروبة في الايه؟ في الاف في الرو، اف نوت والرو نوت اللي داخل. الاف الفوليومتريك فلوريت اللي هي مثلا نقول لتر في الدقيقة مثلا، وده جرام في اللتر. خلاص يبقى كده اللي داخل حاصل الضرب ده هيبقى ايه؟ هيبقى ماس فلوريت، ودي الانرجي بير يونت ماس، يبقى انرجي بير يونت تايم. هتظبط كده. يبقى ده اللي داخل، ده اللي خارج بالفلو، ده الهيت الادد تو ذا سيستم. فيها اتنين كومبوننت دلوقتي، كيو جي اللي هو جنريشن بسبب الرياكشن، والكيو الثانيه اللي هي بتاعت الهيت اكسشينجر. واحده الاشاره بتاعتهم هتبقى ايه؟ هنشوفها بقى نكتبها. احنا كاتبين الاثنين كده عادي من غير اشاره، يعني بالبلس. بس طبعا لو اكزوثيرميك رياكشن هخلي دي بالماينس. لما اجي احط بتساوي ايه هحطها بتساوي ايه؟ بالماينس. طيب الترم بتاع الورك، ادي الورك دان باي ذا سيستم، مفيش هنا شافت ماشي، بس لو كان في شافت كان هيبقى له دبليو، وبعدين اف بي ناقص اف نوت بي نوت ده اللي هو البي في ورك. يبقى ده الورك اللي ايه؟ الدان باي ذا سيستم بيساوي التايم ريت اوف تشينج بتاع التلات انواع من الانرجي. برضو هنا بضرب في في فرو زي ما انا ضربت في ايه؟ في اف في ايه؟ هنا اف ده فوليومتريك فلوريت، هنا فوليوم.
امال طب ليه هنا فلو ريت يعني بير يونت تايم وهنا من غير بير يونت تايم؟ ما هنا بير يونت تايم جايه من باي دي تي قاسم على تايم هنا، فالوحدات كده ايه هتظبط والحسبه هتبقى مظبوطه. المعادله لو احنا عايزين نستعملها بالطريقه دي هتبقى حسابات طويله جدا جدا، وهي فيها اجزاء منها ملهاش اي لازمه. لان خليكم فاكرين لما اكون بجمع وبطرح حاجات مع بعض، في رقم كبير ورقم صغير قوي بالنسبه له، في الجمع والطرح ملوش لازمه، في الضرب والقسمه له، لكن اذا كنت بجمع وبطرح الصغير بيختفي جنب الكبير. فانا هنا بجمع ثلاث حاجات، هنا بجمع ثلاث حاجات، هنا بجمع ثلاث حاجات، ايه اللي هخليه وايه اللي هسيبه؟ اول حاجه ما عنديش شافت هنا، فهنشطب على ايه؟ على الشافت ورك. خلي بالكم الاكزامبل ده احنا مدينه عشان نبين عليه الاسامبشنز اللي احنا هنعملها بعد كده، وايه الحاجات اللي هنشطبها، وايه التبسيطات اللي بنعملها. فاحنا مش بس بنحل الاكزامبل، احنا بنحله وبنوضح عليه الاسامبشنز، ودي هنعوزها بعد كده وهنستعملها على طول بقى من غير ما نستنتجها تاني. هنا هنستنتج الاسامبشنز، فيكون الاكزامبل طويل في الحل عشان بنوضح الاسامبشنز دي، رغم ان الاكزامبل ما يستحقش حاجه يعني بسيط جدا. طب قلنا مفيش شافت ورك، شطبنا ده. linear velocity مش كبيرة وأصلا مش بتتغير كتير، فإذا إيه الكي ده اللي هو الكينيتيك انرجي هو حسب السرعة. فلو عندي فلو ماشي سريع قوي ممكن يعني ساعات بالذات بالنسبة للجاسز، لو جاز طالع من نوزل ممكن يطلع بسرعة الصوت اللي هو الكريتيكال فلو، فساعتها ما اقدرش اعمل الكينيتيك انرجي، يبقى دي حاجه يعني لازم تخش في الحسابات دي سرعه كبيره، الفي كبيره، في سكوير هتبقى ضخمه. لكن بالنسبه لنا في السيستمز العاديه اللي زي دي كينيتيك انرجي دي حاجه بسيطه خالص، فايه ممكن نشطب التيرمز بتاعت الكينيتيك انرجي. طيب عايزين نشطب تاني، تعالوا نشطب البوتنشال انرجي اللي هو ايه فاي. البوتنشال انرجي دي بتعتمد على الاليفيشن، على الارتفاع، والاليفيشنز هنا الفروق اللي بينها صغيرة، فممكن نهملها. هتقولي نهملها ازاي؟ ما هنا عندي ده فلو داخل من هنا وده جاي من هنا، بينهم ممكن مترين تلاتة خمسة، ايوه هي صغيرة بالنسبة للانرجي بتاعت الرياكشن والانرجي بتاعت الهيت اكسشينجر. فحتى لو في فرق بسيط في الاليفيشنز وممكن احسبه لو مسألة فلويد، وده هنعمله بعد كده في الجزء اللي جاي لما نعمل المومنتم بالانس، مفيش تفاعلات مفيش هيت اكسشينج مجرد فلو، هنحط الارتفاعات في حسابنا كده ماشي. لكن وانس ان انا بجمع دي على انترنال انرجي ناتجه عن حراره التفاعل وناتجه عن هيت اكسشينج، لا خلاص يبقى انا كده شطبت الكينيتيك انرجي، شطبت البوتنشال انرجي، شطبت الشافت ورك، بقت المعادله كده. الاف في بي بقى هضربها في رو واقسمها على رو ماشي، وهنا برضو ايه هضرب في رو نوت واقسم على رو نوت عشان نحولها لحاجه. انا رياضيا ما عملتش حاجه، ضربت فوق وتحت في نفس الحاجه، لان انا عندي بقى الفي بار اللي هو السبيسيفيك فوليوم تمام، اللي هو بيساوي ايه، بيساوي مقلوب الدنسيتي. طيب بصوا بقى عملنا ايه، الاف نوت موجوده هنا هي والرو نوت موجوده هنا خلاص، اخدها بقى عامل مشترك، بقى عندي اف روت في رونوت واليونوت جايه من هنا، ومن هنا بقى جاي لي ايه، جاي لي بي نوت على رونوت مش كده. الرونوت بدل ما اكتب رونوت اكتبها في بار نوت اللي هي السبيسيفيك فوليوم، وده البي في ورك بيبقى جاي من هنا، البي في السبيسيفيك فوليوم خلاص. نفس الكلام عملته مع ايه، مع الترم بتاع ده، وده اخد الاف فرو عامل مشترك، يبقى عندي هنا يو زائد بي في. بصوا حتى جوه القوس هنا بقى شكلها ايه، الاف في الرو دي هي اللي ايه يعني تطلع لي الاف فوليومتريك فلو ريت، افرض مثلا لتر في الدقيقه وده دنستي مش كده، يبقى مثلا قول ايه جرام في اللتر مثلا، ضربهم في بعض بقى عندي ايه ماس فلو ريت خلاص. الماس فلو ريت ده اضربه في الانرجي، عندي هنا نوعين من الانرجي، دي الانترنال انرجي ودي البي في انرجي بتاعت الورك خلاص. فالمعادله اتحولت لكده، ان التايم ريت اوف تشينج بتاع
الانرجي اللي جوه السيستم، اللي انا بعد ما شطبت الكاينتيكال بوتنشال بقى عندي بس الانترنال انرجي مضروبه في الماس، لان اليو دي انترنال انرجي بير يونت ماس، اضربها في الماس تديني التوتال انترنال انرجي اللي في السيستم. بقى عندي الانترنال انرجي والبي في اللي هو بي في ورك، بي في يعني احنا بنقول بي في اللي هي بي في بار، يعني اللي هو في بار اللي هو مقلوب الدنسيتي. وعندي الترمين هنا بتوع الهيت، واحده منهم الهيت اوف رياكشن، واحده منهم الهيت بتاعت الهيت اكسشينجر، سيبهم الاثنين ما بجمع، يعني بجمع اسمها هيت ادد تو ذا سيستم. لو الهيت بتخرج من السيستم اغير اشارتها ساعتها، هنغيرها كمان شويه. طيب دي المعادله اللي احنا ايه وصلنا لها. طيب تعالوا ايه نفكر نفسنا بالانثالبي. الانثالبي بقى هنا ده كونفنشن ماشي في الكتاب ده، وممكن تلاقوه ماشي في حتت كتير بس مش دايما. احنا ساعات نسميها اتش كابيتال وساعات نسميها اتش سمول، سواء عشان نعرف لو كان ده فيبر او ليكويد هنسميها لنفسنا كده عشان ايه، عشان نتعرف عليها. المهم الانثالبي سواء كانت بقى فيبر او ليكويد بتساوي ايه، بتساوي يو زائد بي في، بي في بار يعني. تمام الاتش صغير دي هنستعملها للليكويد، والاتش الكبيره هنستعملها للفيبر عشان نعرفهم من بعض. طيب يعني اذا ايه اليو زائد بي في دي شيلها كلها كده اهو واحط مطرحها اتش. شوفوا بقى، شوفوا هتبتدي تتبسط ازاي. فاذا دي شلتها وحطيت مطرحها اتش نوت، ودي شلتها وحطيت مطرحها اتش. يلا بقى نحط بدل اللي يساوي الكيو بتاعت الهيت اكسشينجر والكيو بتاعت الرياكشن. احنا قلنا الكيو بتاعت الرياكشن لانه اكزوثيرميك عاملها بالايه بالماينس، فحطيت ماينس لامدا في في كي سي اي، كنا قلنا الكلام ده جامني. طيب ده حاجه لطيفه خالص. عايزين بقى الجنب ده الاتش بتساوي يو زائد بي في بار. لو كان جاس الترم ده له قيمه كبيره، لو كان ليكويد الترم ده له قيمه صغيره. ليه له قيمه صغيره؟ عشان في بار دي اللي هي مقلوب ايه الدنسيتي، كل ما تكون الدنسيتي كبيره كل ما يكون الفي بار صغير بقلب رقم كبير. فلان انا عندي الليكويدز كثافتها عاليه جدا بالنسبه للجاسز، فبيبقى الترم بي في ده في حاله الليكويد صغير خالص، في حاله الجاسز يبقى له قيمه. انا عندي هنا ليكويد فهشيل الايه، هشيل اليو واسميها اتش على طول. اليو رحت مسميها اتش على طول كده، المعادله اتبسطت خالص. طيب الاتش بقى بتتحسب منين؟ ما لسه عايزين بقى نحسب الاتش. الاتش احنا قلنا الايه الانثالبي فانكشن في الكومبوزيشن والتمبرتشر والبريشر، فانكشن في حاجات كتير اللي هي الاتش، بس اساسا في التمبرتشر. الهيت كاباسيتي تعالوا نعرفها ات كونستانت بريشر وات كونستانت فوليوم، انتوا عارفين التعريفات دي. طيب عايزين صوره ابسط، الصوره الابسط ان اتش بتساوي سي بي في تي. تمام دي ابسط صوره للانثالبي. لو انا شغال في رينج ضيق من درجات الحراره، الحراره ما بتتغيرش كتير، الهيت كاباسيتي هتتغير شويه صغيرين، اخد الافرج في الحته دي واقول ان الاتش بتساوي سي بي في تي. انا ممكن استعملها مبسطه بالشكل ده. ما دام بقى الاتش بتساوي سي بي في تي، انا ممكن دلوقتي اشيل الاتشات من هنا واحط مطرح كل واحده سي بي في تي، يبقى المعادله هتتحول للصوره دي. انا هبقى شلت الاتش حطيت سي بي في تي، طلعت الثوابت بره، ده ليكويد فالرو ثابته، السي بي برضو ايه انا معتبرها ثابته، رحت مطلعها بره خلاص. هنا دي احط مطرحها سي بي في تي، ودي هنا احط مطرحها سي بي في تي، والسي بي برضو ايه ثابته اطلعها هي والرو بره. وصلت المعادله بالشكل ده. طب تعالوا بقى الاسامبشنز بقى قلناها ايه، الاسامبشنز اللي قلناها او التبسيطات اللي عملناها. نهمل الكاينتيك انرجي، نهمل البوتنشال انرجي، بنعتبر ان في حاله الليكويدز الترم اللي هو
تعال لا ارجع ارجع السلايد اللي قبلها، عشان ايه بدل ما عمال بكلمكم على الهوا كده. في حالة الليكويدز يبقى الترم اللي هو ايه اليو اللي هنا دي، في حالة الليكويد هحط مطرحها اتش، في حالة الفيبر ما اعرفش احط مطرحها اتش، لازم اشوف حتة اجيب منها اليو احسبها او اطلعها من جدول او حاجة. لكن لو في ليكويد ممكن احط مطرحها على اتش على طول، والاتش في حالة الليكويد او الفيبر ما دام وصلت لكلمة اتش يبقى ممكن الاتش دي احسبها من سي بي في تي. تعالوا بقى نطبق الحاجات دي بعد ما عرفنا السمبليفيكيشنز والاسامبشنز دي كلها، تعالوا نطبقها على حاجة تشبه له بس فيها تو فيزز مش فيز واحد. يبقى عندي رياكتور بالشكل ده في فيسل كده كبيرة، انا اعتبرها بيرفكتلي ميكس برضو كونتينيوس ستير تانك. عندي بقى ايه، بيخش لي ليكويد بيتفاعل، في هنا تبريد، بيطلع لي فيبر من فوق، بيطلع لي ليكويد من تحت، ده لو فلو ده لو فلو. في كلام هنقوله هنا بقى ايه على الحاجات دي. طيب تعالوا نشوف التسميات، الليكويد اللي اسمه اف، وهنا ده اسم الفلوريت اسمه ايه اف في، وده اسمه تي في. طب دي تي ايه تي، هل تي بتساوي تي في ولا لا؟ ده سؤال مش كده. طيب هل الليكويد حرارته بتساوي حرارة الفيبر اللي فوق ولا لا؟ مش كده. ايه رأيكم، تساوي ولا ما تساويش؟ فكر فيها كده. طيب نقول لو كانوا at equilibrium، يعني في phase equilibrium، حرارتها تكون زي بعض ولا لا؟ اكيد هتبقى زي بعض مش كده. طب لو ما كانوش at equilibrium، هل الحرارات زي بعض ولا لا؟ ممكن اه وممكن لا، يعني ممكن يكون هنا مش saturated فمش ما فيش phase equilibrium بس في thermal equilibrium، الحرارة دي تساوي الحرارة دي. فاذا في اوقات ممكن اقول ان الحرارتين يساووا بعض، وأوقات الحرارة دي هتختلف عندي. هنقول الكلام ده تاني في المعادلات ونوضحه أكتر. هنا في الليكويد واي اللي هو إيه المول فراكشن بتاع، هيبقى بتاع إيه؟ طيب ودي اسمها بقى في فيبر في ليكويد، هنا له ضغط هنا ملوش، تمام. ده رو فيبر ورو ليكويد ماشي. نقول بقى هنا إذا كانت الفيزز ار ان ثيرمال ايكوليبريم هتبقى حرارة الفيبر هي حرارة الليكويد ماشي. يعني ايه ثيرمال ايكوليبريم؟ يعني حرارتهم زي بعض. طب هو ينفع ما يكونش الثيرمال ايكوليبريم؟ ينفع. تعالوا نفكر في اكزامبل كده. نفرض انا شغال في ستيدي ستيت ماشي، ودرجة الحرارة هنا 50 تمام، فهيبقى الفيبر اللي فوقه حرارته هو كمان 50، وحرارة الليكويد اللي طالع ده 50، وحرارة الفيبر اللي طالع ده 50 ماشي. طيب نفرض وانا شغال كده حصل اي حاجة، تركيز ايه اللي داخل زايد مثلا، راح التفاعل زايد فالليكويد سخن، هل الفيبر هيسخن في نفس اللحظة ولا هياخد وقت على ما يسخن؟ الرياكشن بيحصل في الليكويد ولا في الفيبر؟ بيحصل في الليكويد. فالليكويد هيسخن الأول، يبقى بدل ما هو 50 هيبقى 60 مثلا، والفيبر لسه 50، يبقى ده 50 ده 60، وبعدين يبتدي يتبخر منه البخار اللي طالع، حرارته بقى ايه أعلى، فيبتدي يختلط بالبخار اللي فوق، فالحرارة اللي هنا هي كانت 50 تبقى 51 52 لما بعد وقت توصل الحرارة اللي فوق زي اللي تحت تمام. يبقى الثيرمال إيكوليبريم ده مش شرط ضروري، يعني ده حالة ممكن تبقى موجودة وممكن لا ماشي. لو كانوا الثيرمال ايكوليبريم هتبقى تي في بتساوي تي، لكن لو كانوا اتفيز ايكوليبريم اكيد هيبقوا الثيرمال ايكوليبريم. يعني اللي وصلني للفيز ايكوليبريم خلاص، يعني يبقى ايه هم عدوا بالثيرمال ايكوليبريم دي خلاص، هم متزنين من كل. طيب عشان بقى اجيب كمية الفيبر اللي طالعة والكمبوزيشن بتاعه، ممكن نستعمل قانون من القوانين بتاعت ايه الفولاتيليتي، زي قانون راؤول مثلا، حاجات دي انتوا درستوها قبل كده وهن بقى نقلها لكم. الانثالبي بتاعت الفيبر بقى هنسميها اتش كابيتال عشان ايه نعرفها من الانثالبي بتاعت الليكويد اللي هي اتش سمول.
هنجلكت كاينتيك انرجي والبوتنشال انرجي. والورك مفيش شافت ورك مش كده، والانترنال انرجي هتحط مطرحها انثالبي. احنا قلنا ما نعرفش نحط في الفيبر الانثالبي مطرح الانرجي، بس ينفع في الحاله دي لما يكون انا عندي ساتوريتد ليكويد وفوق منه فيبر، يبقى الانرجي بتاعت الفيبر بتساوي ايه؟ بتساوي الانرجي بتاعت الليكويد زائد الهيت اوف ايفابوريشن، الليتنت هيت بتاعت الايفابوريشن. فانا ممكن احسب الانرجي هنا لو كانوا في نفس الحراره، ان اجيب الانرجي بتاعت الليكويد واضيف عليها الليتنت هيت بتاعت الايفابوريشن، يبقى دي الانرجي بتاعت الفيبر جبتها، الانثالبي بتاعت الفيبر جبتها. هنشوف هنكتبها في المعادلات دلوقتي، بس انا بقولها من يعني من الاول هنكتبها. طيب يلا ايه نكتب المعادله. نمسك بقى انهي جنب الاول، تعال نمسك الجنب ده. تايم ريت اوف تشينج دي باي دي تي، الانرجي اللي في السيستم جزئين، جزء في الفيبر وجزء في الليكويد. اللي في الفيبر انا عايز الماس اضربه في الانثالبي، وفي الليكويد عايز الماس اضربه في الانثالبي، يبقى كل واحد الرو في الفي بتاعته في الانثالبي بتاعته، الفيبر والليكويد. طيب الفلو ان، وعندي اتنين فلو اوت، الفلو ان في الانثالبي بتاعته اف فرو في الانثالبي، واللي خارج اف فرو بتاعت اللي تحت في الانثالبي، واف فرو اللي فوق بتاعته ايه بالانثالبي برضو. وعندي الترمين برضو بتاعت الهيت، واحدة بتاعت الرياكشن هعملها بالماينس، والكيو التانية دي مش بنحسبها دلوقتي، في هيت اكسشنجر بيشتغل وخلاص، هنسميها كيو. ماشي بقى المعادلة كده ايه، ما فيهاش حاجة جديدة، بس احنا خدنا المعادلة اللي خدنا الاسامبشنز اللي احنا قلناها قبل كده وبنطبقها على اكزامبل تاني، هنقعد نطبقها لغايه ما نخلص الكورس. نرجع تاني نقول الاتشات دي ما هجيبها منين، لازم احسبها، فلازم الاتش احسبها من حاجه، فممكن اقول ايه الاتش بتساوي سي بي في تي، وبالتالي الانثالبي بتاعت الفيبر هتبقى سي بي تي بتاعت الليكويد زائد الهيت اوف ايفابوريشن، مش كده، اللي هي الليتنت هيت بتاعت الايفابوريشن. فانا كده احسب الليكويد من المعادله دي في الحته دي لوحدها بتاعت الليكويد، والحته دي لما اضيفها عليها يبقى انا جبت بتاعت الفيبر. كده لطيف خالص. طبعا لو عندي ايه عايز اعمل موديل ريجورس اكتر من كده، طب اشوف بقى البريشر، اشوف الكومبوزيشن، اشوف ان السي بي دي مش ثابته، اشوف بقى بتتغير ازاي بالظبط. ممكن يعني ايه الموديل ده في ابسط صوره، كل ما احب اخليه ريجورس اكتر يجي معايا. الصوره البساطه دي تنفع امتى واقدر اشتغل بيها امتى؟ تنفع واقدر اشتغل بيها في الديزاين المبدئي، في الحسابات المبدئيه ممكن، وممكن لما يكون عندي الرينج بتاع الفاريشن بتاعه الحرارات والحاجات دي رينج صغير، فيبقى هتبقى الاسامبشنز دي فاليد في رينج صغير. خلي بالكم لما كنا بنتكلم في الاول وبنقول الاسامبشنز دي بتعمل ليميتيشنز على السيستم، اي او على الموديل اسف، فاي موديل عندي هو ما يقدرش يشتغل بره الرينج اللي الاسامبشنز دي تصلح فيها. الاسامبشنز اللي احنا عاملينها دي تصلح لما يكون في رينج ضيق من الحراره انا متوقع التغيير فيه. نكمل بقى، مش هيقابلني ايه حاجه جديده، اشيل كل اتش واحط مطرحها سي بي في تي بتاعتها ما عدا بتاعه الفيبرز سي بي في تي زائد لامدا، والباقيين كل واحده ايه سي بي في تي. خلاص رجعت لي بقى المعادله كده اتبسطت، مش يعني ما بسطتش ان عدد الحاجات قل، بس بقت كلها حاجات اقدر اعوض بيها. السي بي ده ثابت، الفوليوم اللي داخل معروف، الدنسيتي ثابته، مش عارف الحراره فاريبل، حاجات كده ممكن اعوض بيها اقيسها واعوض بيها. تعالوا بقى ناخد نفس الكلام زي ما عملنا المره اللي فاتت مع الـ مع الـ مع الماس اكويجن، هنعمله مع الانرجي اكويجن، اخدها في مايكرو سيستم. هناخد بلاك فلو رياكتور تاني، هنفترض بلاك فلو، وهنأسيوم ان مفيش جريدينت في الاتجاه ده في اي حاجه، الكونسنتريشن، الحراره، كل حاجه هي هي، التغيرات بتحصل في الاتجاه بتاع الفلو. والماسوره دي موجوده وفي حواليها جاكيت، الجاكيت ده ايه اللي بتعدي منه الميه بتاعه التبريد.
الاسامبشن بتاعت البلاج فلو مش دايما تنفع. يعني هي ماشي لما يبقى ماشي بسرعة والكلام ده ماشي، بس مش كفاية. يعني مثلا لما يكون عندي التفاعل اكزوثيرميك وبالذات سترونجلي اكزوثيرميك، يعني بيطلع حرارة كتير، وبالتالي في كمية حرارة كتير بتتولد جوه وسط التفاعل، والحرارة دي انا بنقلها للمية، ففي هيت ترانسفير فلكس كبير من جوه لبره. هل انا هتوقع ان درجات الحرارة اللي جنب الجدار على طول، الجدار ده اللي هو الوول يعني بتاع التيوب اللي بنبرد من خلاله، الحرارة هنا هتبقى زي الحرارة جوه؟ صعب، مش كده؟ طب امتى الاسامبشن ده ينفع؟ لما يكون ليه توفري اكشن مش كبيرة قوي، اما يكون البامب دايم البايب دايمتر رفيعة، كل ما البايب دايمتر ده يكبر كل ما الاسامبشن ده بيتهاوى، يبتدي يديني ديفيشن كبير في الحسابات. لو في باكينج، لو الكلام ده لو في هنا باكينج جواه، يعني في سوليد موجود، فيبتدي برضو الاسامبشن ده ما يظبطش معايا. لكن في حالات كتيره واقعيه بيظبط، يعني في رياكتور الصناعيه ممكن بيظبط فيها الاسامبشن بتاع البلاج فلو، بتمشي الحسابات معقوله. بس يعني ايه، احنا دايما نحط لكم على كل اسامبشن امتى استعمله وامتى اخاف منه. الاسامبشن ده تخاف منه كل ما الدايمتر يكبر، اما يكون فيه ترانسفير اساسا تبتدي تقلق ان في ثيرمال جريدينت جوه هنا، تمام، وتقلق اكتر لما يكون التفاعل اكزوثيرميك قوي، كميه الحراره اللي بطردها كتير وبعمل هيت ترانسفير بكميه كبيره، وبالتالي فروق الحراره هتبقى موجوده اكتر. طبعا فروق الحراره دي هتفرق معايا لانها ايه، هتغير لي سرعه التفاعل. يعني لو في النص هنا اسخن من اللي في الجنب هنا مثلا بكام درجه، فسرعه التفاعل في الحته البارده هتكون ابطا من سرعه التفاعل في الحته السخنه، فهتاثر بقى في كذا حاجه بعد كده كتير، تمام. فالثيرمال جريدينت ممكن يبقى موجود، انما احنا هنمشي نكمل كان الايه البايب رفيعه، كان الفلو سريع كفايه، كان الهيت ترانسفير مش كبير قوي. يعني نفترض ان الظروف تسمح بده، فانا عندي الفلو بيحصل هنا في الحته الصفرة دي، والميه بتاعه التبريد الزرقاء بتعدي من حوالين البايب. طبعا انا عندي هنا بقى ايه تي نوت داخل، وانا هسمي ده تي ال، يعني بعد طول ال. عندي بقى الووتر، وعندي ايه الووتر دي مش بتلمس الفلويد، بينهم وول، تمام، في ميثل وول، وبعد الميثل وول الكولينج ووتر. احنا ممكن نعمل انرجي اكويجن للووتر وانرجي اكويجن للبروسيس فلويد ونحلهم كلهم مع بعض، هتبقى معادلات كابلد يعني. بس احنا هنا مش هنعمل ده، احنا ممكن نحل بس ايه المعادلات بتاعت الفلويد اللي جوه الرياكتور. ناخد بقى في سلايس صغيرة، الحركة اللي بنعملها خدت سلايس صغيرة، هنهمل كينيتيك والبوتنشال انرجي، فيش ورك للشافت، هنستعمل ايه الانترنال انرجي هي الانثالبي، هنهمل بقى الديفيوزيف فلو. طب ما احنا الاكزامبل اللي فات كنا حاطين الديفيوزيف فلو وحاطين معادله فيك، ما كنا حاطينه عشان نوريه لكم، بس مش عايزينه هنا، مش هيفرق. هنحط هنا حاجه تانية برضو عشان نوريكم شكلها، ولو انها برضو ممكن مش هتاثر. هنحط ايه الكوندكشن بتاع الفلويد، ان ممكن يعمل هيت ترانسفير بالكوندكشن ما بين مولكيولز الفلويد وبعضها، هيبقى صغير قوي لان انا عندي فلو سريع خالص، فالهيت ماشيه بالفلو، المولكيولز ماشيه بسرعه وشايله الطاقه معاها. الكوندكشن اللي بينها وما بين المولكيول اللي جنبها ممكن يحصل، بس بنسبه كام في المليون، يعني بنسبه صغيره، بس احنا هنحطها عشان نوريكم شكلها مش اكتر، تمام كده. يلا الانرجي اللي داخله هنا، الانرجي بتساوي ايه؟ بتساوي الماس في الانثالبي، الماس اللي هو الفوليوم، الفي في الايه يبقى الفوليوم، الفي ده اللي هو الفيلوسيتي مش الفي الكبيره اللي هي الفوليوم، لكن في ده اللي هي السرعه الخطيه اللي داخل بيها، اضربها في الاريا تديني فوليومتريك فلوريت، اضربها في الدنسيتي تديني ماس فلوريت، اضرب الماس بقى في الانثالبي اللي هي سي بي في تي، ادي الايه الانرجي اللي داخله من عند الباوندري.
الحاجات دي سهلة، خلي بالكم يعني ايه، مش محتاجة تتحفظ، كلها بسيطة. وغير كده انا بقترح ان الاكزامبلز دي مش نذاكرها بالقراية وبس، يعني بعد ما نذاكر بالقراية ونفهمها نجرب نحلها، يعني نداري الحل واحنا نحل كده، عشان ايه لو حد بيتلخبط ينسى يضرب فرو ينسى مش عارف ايه بعد مرة والتانية، خلاص بقى الحاجات دي في ايدينا زي المية، سهل هي سهلة. طيب الفلو بقى اللي احنا قلنا بقى اللي خارج احنا حفظنا هو نفسه زائد البارشل دريفيتيف بتاعه هو نفسه باي دي زد مضروب في ايه، في دي زد، بعد كده لما اطرحهم من بعض دي هتروح مع دي زي كل مرة. ماشي، يبقى ده الانرجي اللي داخله للبالك فلو، غير بقى الانرجي اللي داخله بالايه بالكوندكشن هنعملها لوحدها، والانرجي اللي خارجه من الباوندري برضو ايه بنفس الطريقه. الهيت جنريتد فيهاش اختراعات، سرعه التفاعل في الحجم في لامدا، اشاره بالماينس ليه عشان احنا قلنا التفاعل ده اكزوثيرميك. طيب هيت ترانسفر بقى اللي ايه اللي بتعدي للميتل وول، اخر حاجه الفلويد شايفها هي الميتل وول، انا عندي الشريحه دي مساحه الاريا في الاتش في التي، الاتش اللي هو الايه اللي ترانسفير كوفيشنت، يبقى الاتش ده في الدلتا تي اللي هو الفرق ما بين تي متل اللي حراره المتل وحراره الفلويد، انا بعتبر حراره الفلويد كلها حاجه واحده عشان هو بلاك فلو ما فيش فاريشن في الحراره في الاماكن دي كلها، الفاريشن في الحراره كده ما فيش فاريشن في الحراره كده، فعند اي نقطه هي لها تي معينه اللي هي ماشيه كلها. باي في دي في دي زد اللي هي مساحة السطح بتاع ايه بتاع اسطوانة سيلندر، المساحة الداخلية بتاعت الماسورة، باي في دي اللي هو السيركمفرنس المحيط، في دي زد اللي هو الحتة دي، يبقى انا كده ايه الهيت ترانسفر اللي بيحصل من الوول. طب يلا بقى نعمل، احنا عملنا كده الهيت اللي بتتنقل بالايه بالفلو وبالكوندكشن مع المتر، تعالوا بقى نشوف الكوندكشن اللي داخل كده والكوندكشن اللي خارج كده، ولو ان قيمته العددية بقى التاني هتبقى صغيرة خالص ملاش اي لازمة، بس نعملها وخلاص. طيب الهيت بقى اللي بالكوندكشن اللي داخل عند زد هنقول كيو زد في ايه، كيو زد ده اللي هو ايه الهيت فلوكس، زي ما كان التاني عندي ماس فلوكس كنت مسميه ان كابيتال، هنا الهيت فلوكس مسميه كيو سمول، ودي جايه من قانون فورير ضروري تكونوا خدتوه في الهيت ترانسفر في الاول بس تلاقيكم مش فاكرينه لان ايه ما تستعملوهوش كتير بعد كده. في قانون فورير بيقول ايه كيو زد اللي هي الهيت فلكس بتساوي ثابت افكتيف ثيرمال كوندكتيفيتي في البارشل ديفرنشال بتاع التمبرتشر مع المسافه اللي هو الدرايفنج فورس للهيت ترانسفر اللي هو الدلتا تي، يبقى الهيت ترانسفر اللي داخل الباوندري كده اللي خارج من الباوندري هيساوي ايه، ما احنا حافظينها هو نفسه الديريفيتيف الاول بتاعه بارشل ديريفيتيف بتاعه باي دي زد مضروبه في دي زد خلاص. الريت اوف هيت تشينج، الريت اوف تشينج بتاع الانترنال انرجي اللي جوه السيستم اشوف حجمه مش كده واضربه في كثافته عشان يبقى وزنه، وبعدين اضربه في الاتش، ادي الحجم اهو ايه في دي زد، اضربه في الكثافه بقى ده ايه الوزن، اضربه في الاتش اللي هي سي بي في تي، يبقى ادي كده ايه الترم ده، عملت كده الترمات كلها بتاعه المعادله، فاضل لي بقى اجمعهم اهو. كده خلصنا المقدمه اللي بتاعه خلي بالكم احنا كل حاجه من دي هنرجع لها تاني، احنا بس بنقدم لكم كل نوع من الاكويجن وبنفكركم بيه وبنقول ملاحظات عليه والاسامبشنز بتاعته وطريقه استعماله والكلام ده. بعد ما نخلص الكلام ده هناخد بقى اكزامبلز تاني وندخل كله مع بعضه وناخد اكزامبلز كومبلكس اكتر وريجورس اكتر. الجزء بقى اللي احنا قدامنا دلوقتي على طول احنا خدنا ايه الانرجي الماس كونسرفيشن اكويجن الماس بالانس والانرجي اكويجن، بعد كده الايكويشن اوف موشن اللي هي المومنتم بالانس اللي هي يعني الفلويد خلاص. فممكن بقى نقف في الحته دي دلوقتي مكان مناسب ان احنا نقف.